يعني تحفظ من هنا وتنسى من هنا. أنا أريد التدبر، مهمتي أن أعلمك أهمية التدبر، لأنني أنا شخصيا استفدت من هذا التدبر كثيرا. الاستماع للقرآن أيها الأحبة والإنصات له هو سبيل الرحمة، لعلكم ترحمون. فقراءة القرآن أولا والاستماع والإنصات هذا أسلوب كمرحلة أولى للتدبر على فكرة. يعني عملية الحفظ البصم أو الحفظ غيبا أو عن ظهر قلب هذه مرحلة أولى من مراحل التدبر. مراحل التدبر كثيرة جدا، أدنى مرحلة منها هي الحفظ. لذلك أخي الحبيب، الحفظ التدبري يقوم على أن تتذوق هذا القرآن. هذا القرآن الله أنزله ليخاطبني أنا وأنت به، ويخاطب الكون جميعا. لذلك اليوم أنا سأركز على موضوع الاستماع. لا أريد منك أن تقرأ الآن، أنت استمع فقط. وأنا شخصيا تعلمت القرآن وحفظت القرآن بالاستماع فقط، ونبينا عليه الصلاة والسلام حفظ القرآن بالاستماع من سيدنا جبريل عليه السلام، لم يحفظه مكتوبا ولم يكرره آية آية، بل حفظه كما أنزل عليه. لذلك أنا أقول إذا أردت أن تبدأ لا تبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران النساء كذا، لا، هذا ترتيب صعب. عليك أن تحفظ القرآن كما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ابدأ بخمس آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندما تستمع ليلا نهارا للقرآن، الدماغ أيها الأحبة فيه ميزة أودعها الله في دماغ كل منا، أنه يستطيع أن يلتقط أحكام التجويد، ويستطيع أن يلتقط المخارج الصحيحة للحروف والمدود، وكل هذه الأحكام يلتقطها ويخزنها. طيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان هناك إدغام وغير إدغام وإخفاء وإقلاب ومد منفصل ومد متصل؟ كل هذه أشياء حديثة محدثة وضعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف كان الصحابة الكرام يقرؤون القرآن كما أنزل على حبيبهم عليه الصلاة والسلام؟ الدماغ فيه قدرة على التخزين. يجب أن تدرك أن دماغك يخزن أحكام التجويد أو الترتيل كلما سمعت أكثر ودققت أكثر، تماما مثل الطفل الذي يحفظ الأغنية بإيقاعها بمقاماتها بنغماتها بكلماتها بكل شيء. كيف ذلك؟ الدماغ لديه هذه القدرة. إذن أخي الحبيب، الوسيلة المهمة جدا للحفظ التدبري لكتاب الله تبارك وتعالى أن تجعل حياتك كلها استماع للقرآن. يعني أنا جالس الآن أريد أن أتناول كأسا من الشاي، أنا أقود سيارة، أجلس لأكتب بعض الأشياء، أجلس أي عمل كان، على الموبايل ضع سورة من القرآن أنت تحبها، لا تلتزم بترتيب معين. هناك من يتأثر بسورة الكهف، هناك من يتأثر بسورة مريم، هناك من يتأثر بسورة ياسين. ضع السورة التي تحب. أن تحفظ سورة واحدة ولو قصيرة حفظا تدبريا، اعتبر نفسك أن القرآن كله أمامك أصبح سهلا جدا. الصعوبة تكون في أول سورة تحفظها أو أول صفحات تحفظها أو تتدبرها. لذلك الاستماع يجب أن يكون في النهار وفي الليل وقبيل النوم وأثناء النوم. اليوم أجهزة الموبايل أبعدها عن دماغك مترين مثلا، ثم ضع صوت مقرئ تحبه واترك هذا المقرئ يقرأ القرآن طوال الليل. سيخزن دماغك المعلومات بأحكامها وبمخارج الحروف الصحيحة، ويخزن كل شيء. الومضة القادمة سنتعلم فن الاستماع للقرآن العظيم،
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.